التجربه، التجربه اللي غياخذها، التجربه تياخذها من الرؤساء ديال الفرق، عطوه المدرب، عطوه الفرصه باش ياخذ تجربه، هما تسطيل الفرقه كما سنعاود نكرر، تعطيهم الفرصه كرويدة سكور، يعني واخا تخدم انت براسك تقول واخا نخدم واخا نعطي العطاء ما خديش اش تولي المدرب، تولي المدرب محلي مشبوع بالنتائج، تيقول انا لا ما ربحتش غنحيد بحالي، يعني تيكون عليه الضغط، العكس ديال الاجنبي، الاجنبي فاش يجي تياخذ الفرقه تيدير كونسونتراسيون ديالو، تيجيب اللاعبين اللي بغات، توجد اللاعبين ما كاينش تيهضر معاه، لا مسيرين ما كاينش تدخل عنده، ما كاينش تدخل عنده التيران، ما كاينش اللي تيحاسبه، تيمشي تيخدم تيخدم بهدوء، مشاو مع النتائج، تيبقى مشاوش مع النتائج تيمشي، العكس ديال المدرب المغربي، المدرب المغربي تبوع خصو يدير النتائج، حتى ما دارش نتائج ما تشدو حتى فرقه اخرى. انا المشكل يعني كيف كنقول انا حتى هاد كلمه يعني رويدة سكور ما كنبغيش نسمعها، لانه يعني كيف كنقولوا حنا كتجينا انا شويه المدرب راه كما قال المؤمن كاين بعض المدربين يعني في الفرق ما كندوا حنا دابا ملي كنقولوا حنا رويدة سكور ولا كنقولوا اللي كيخلف، اللي كيخلف دائما هو اللي كيكون مع الفريق ديالو، هو تربى فيه وعاش فيه، وكان عنده شي بوز ذاك الوقت. اما الفرق، اما الفرق اخرى فما كتجيبك كتجيبك على اساس واحد المدرب كيمشي، هاد القضيه ديال مقتصره على واحد الربعه ولا خمسه ديال الفرق البطوله الوطنيه مقتصره على بزاف، الا ما خدمتش قلت لك انا على تقريبا جوج ديال الفرق، حتى الجيش الملكي اللي كعاهدنا كان كيجيب يعني كيف كنقولوا حنا مدرب اجنبي، هاد يعني كيف كنقولوا السنوات الاخيره ما بقاش ما بقول لك كيجيب كيتجه للمدرب المحلي، اما بالنسبه لي اللي غنتكلم عليهم هما الوداد والرجاء، دائما هادو هما الفرق بجوج اللي اشتغلوا معهم عده اجانب كثار، وهما اللي قال انا مؤمن هما اللي كيعتمدوا، كان واحد الوقيته تقدر تشوف سلامي، تشوف جمال عجري الوداد، فخير تشوف فخر الدين، وتشوف الشريف، تشوف الدودي، تشوف يعني الزاكي، واحد يعني كيف كنقولوا حنا هادو هما الفروق، ولا بن عبيشه واحد الوقيته يعني هادو فروق بجوج داروا بهذه القضيه، غير هو كتبقى دائما ايوب يعني نتائج ولا بغير نتائج ما يمكنش ليك، انت ملي كتجي كتمشي تشتغل هذه القضيه ديال ما كيوقف عليك الفريق، حنا دابا بقينا هذه القضيه ديال التربيه، غتبقى واخا تبغي تفرض ما كتقدرش، لان كيعليك عليك واحد ما تخوش فرصك، ماشي هكاك هذاك الضغط ديال الجمهور، انا عشت هذه القضيه هذه ميرانو تكرار ايوب، هذا الشيء عشتو كتكون جالس في دارك ما بك ما عليك ولا شي حاجه، كيجي لك الناس محبين وجمهور ديال الوداد ولا هذا ما يمكنش ليك، هذه تجي وانت تقول لواحد المكتب انا بغيت مليار وبغيت، راه عندك الحق تقول انا حاصلين هما بين يديك، ولكن ما كتمشي وكتدخل وكتشتغل وعاوتاني كتخرج، كتخرج بدون يعني غوات بلا صداع بلا لا درتو ليا ولا صافي، كتعرف الامور بانه درتي داك الشيء اللي عليك، خرج اسيدي وبقى نقي، راه وقع لي انا الى يومنا هذا، انا واحد النهار جيت من الامارات كنشتغل في الامارات سميتو، جيت دخلت لقيت الوداد مقبله على مباراه مع جديده ديال كاس العرش مركب محمد الخامس ما كاينش مدرب، واقيلا هذه مباراه ديال النصف وبريده الرياحي فريق ديال جديده يعني كبير، والوداد معذبه في ديك الوقيته، معذبه بزاف بزاف كاع، واحد الفريق اللي كان زعما مشتت الى اقصى دار، وتوكلنا على الله وجيت في هذيك، وتصور هذيك الكونترا اللي كانت دارت فيها واحد الكلوز، والله فيها هذيك المباراه المهم هو الكلوز وصلت يهضر معك فيها هذيك المباراه، الو كان بامكاني انا نقول لهم ودي انا ما ديرش لي مباراه دير لي عامين ويقبلوا ماشي شغلي ولا يدير، انا ما ديتش شي هذيك الورقه الى يومين هذا، ما انا دخلت لعبت المباراه ديالي الحمد لله، جمهور الوداد بالنسبه لي وللعابه ربحنا ذاك المباراه ومشينا، هذيك المباراه لعبوا فيها النهايه وما عرضوش عليا كاع، ما لجيش ما لجيش في طنجه، وكان خصك تكون ضيف بالفرش، شي فرش يجيو عندك بالغياطه ويدقوا عليك ويبوسوك، انا كما كامل للاسف علاش حنا دابا كتقول واحد القضيه بعض القضيه ايوب كتختار من راسك وكتبقى تخلي راسك ديما سميتو اللهم نبقى انا يعني مع الناس نبقاو نقيين ونبقى هذا، حيت انا كون جيت نخرج بخرجات اعلاميه ونبقى ندير داك الشيء اللي وقع ويلي راه سلامته، ولكن ما كنبغيوش كنقولوا صافي درتي خدمتك دينا كاع كي قلتي انت بطوله كما قال ارمومن جيتي ماشي انا اللي ديتها، دا انا كنت دائما كنت كنقول دا الزكي بالخدمه اللي دار واحد اربعه الماتشات الضغط ولا هذا، بقيت انا ورشيد الحمد لله سخر الله لا حنا ولا اللعابه ولا الجمهور المكتموسين اللي كان في ديك الوقيته داك الشيء ودينا بطوله. لا ولكن فخر الدين اسمح لي نقاطع البطوله دا الزكي وي، ولكن ملي شتي الوداد انت فخر الدين مش مانع التاريخ ما كيغيرش نفسه، الوداد كان دوزيام ما كاين مشكل باش تكونوا واضحين، اللي كتحسب للبطوله كيكون هو الاول وكتكمل انت ماتش، الوداد كان دوزيام
ولعب مع الرجاء والرجاء كانت مزيانه مع مع روما وكانت جديده تابعه حتى هي مزيانه بريد الرياح وكان الوداد عندها ماتش مع الفوس ومع الجديده في الجديده كانت ماتش صعب يعني مش جديده كانت ثانيه وخرجنا لعب كاع جديده هادشي اللي قال فخرتين ولا حمراء هذاك مع فخرتين شنو قلت له هضرت معك فاش يكون واحد واحد يخيدوا من ناديك بحال فخر الدين خداو الوداد انا علاش كنت نهضر لك واخا سبقت المشير وديسو كنهضر على واحد المدرب اللي عافر فرقه لاعبه على الطيوح باش يمشي ياخذها هذيك شوف الناس كيهربوا من هاد الشيء هذا تطيح تتولي عندك بالماريس ديالك طيحتي فرقه على قبل شحال ثلاث شهور اللي بدا تلقات اللي بدا راه مدرب اجنبي تجي انت باش تخدم تتاخد فرقه في ثلاث شهور تتولي طايح على يدك تتحسب عليك راه ديال المشكل ما فخر الدين فاش الفرقه اول حاجه فرقته هذيك تيموت على كما قال هو واخا ما يخلصوش غيشدها بغى الفرقه دير البطوله هو عارف راسه علاش لاعب بصح غير حنا باش نوضحوا حيت كنسمع بزاف المرات ماشي حتى معايا فخر الدين كنسمع بزاف المرات بطوله 2010 كانت مديه لا كانت مديه يقول لي كانت سبعه ديال النقاط ديال ديفيرونس فرقه اليس هذاك غير باش نوضحوا غير نوضحوا الصوره انا عندي ما تسالك هذاك اللي كيهضر بحال هكا راه كيحيت ما لا ما دخلش للتيرا وما تعرفش شنو هو الماتشات راه هذاك ماتش ديال الجديده راه ماتش واحد الهي بركه الهي شوف وهذاك ماتش ديال الفاس بحال كان عمو هو المدرب وكان مشريفه وكان يعني واحد العدد كبير شوف نوضح فريق ذاك العام فيس الله يرضى عليك شوف سميتك باش نقول لك واحد الكلمه بنادم حنا دائما نبقاو في النطاق ديال الكره وديال التقنيات انا كنقول لك هذا عبد المذنب اللي حداك هذه مسائل عشتها وانا تبقى كنوصلها لك ويمكن الناس اللي عاشوا مع الوداد كيعرفوا كل شيء يكفي على انك عاوتاني دخلنا للدور الثاني في كاس افريقيا وي ومشيت عاوت مع مازيربي وهذا جينا ربحنا بالقلم وانا لا هذا وجيت عاوتاني ما كاين حتى شي مشكل وكمل دو كاستيل فمشيت مع سيمبا ومشيت في مصر ومشيت انا من بعد اشتغلت في راه كنت عارف بين سبور ديك الوقيته وليت انا اللي كندير الماتش ديال الوداد التحليل ديال كوب دافريك مع العلم انا معاهم في الاخصائيات وانا هذا ولكن شوف غير واحد القضيه ما عمرنا ما نقدروا نقولوا اولا تفرض راسك صح ماشي من عندك الناس انا يكفي انا كان من هذا المنبر ديالك كنشكر جميع هذوك الفئات يعني ذاك الجيل اللي كنت معاه ديال اللعابه لان كيجيو كيقدرني صراحه لاعبين تبارك الله عطاو شيء كثير للوداد وملي كان كيجي عبد ربي واحد الاحترام وباقي الان احترام متبادل والحمد لله ويحصل لي شرف اشاك فوا كتكون شي حاجه في الواك اسم فخر الدين كيتجبد على اساس يجي الوداد وداك الشيء ولكن انا ما عمري ما كندخل في هذا صح في هذا ما عمرك سمعتيني انا ما عندي صفحه ما عندي هذا ما كندير حمله ما والو مسد على راسي ومرياح الوداد الطرف ديالك كي قال واحد خير هذاك المتدخل كنشكره راه تاريخنا ملي غتبقى تهضر على الكؤوس تهضر راه ما يمكنش لك تحيد هذا عدد المباريات راه كيعرفهم الناس راه ماشي فخر الدين اللي غادي يجلس ويبقى يهضر على راسه غير حنا دابا انت هضرتي على المدرب الوطني حنا مشينا اشتغلنا في فرق اخرى مغربيه الحمد لله وهذه من المسائل اللي كنت كنقولها عندكم هنا انا كنت كنقول دائما نمشي نخدم بواحد الاجر قليل ولكن انا اللي كنحكم ولا نشتغل في الفرقه ديالي ومدلول هذه ما كنبغيهاش انا يا اما تعطاك بوست وتحترم فيه وتكون تأيب ولا المهم تكون في الراديو تعرفوا فخر الدين اش كيدير في الوداد ولا غير انا تبقى تسولوا عليا انا ما كنحملش هذه القضيه هذه فضل ما عنديش انا تعطوني مناصب عطاني انا عطاني اكرم كنوجه ليه التحيه قال لي ما تمشيش غتبقى معايا هذا كيعطوك مناصب ولكن ديك المناصب انا عارف راسي ماشي ديالي انا مخلوق الارضيه ديال الملعب وديال التيران حنا الجميع ايوب هي دابا جابت المناسبه وانت حاضر لا سمعتي ياك عام كامل وانا كنهضر على هذه القضيه وتلاقيت مع وزير قجا وقلتها لك هنا راه ناس ديال سميتو ما باغيش نمشيو للرباط نبقاو نمشيو ونجيو بغينا منصب بغينا نخدمو بغينا الكفاءه ديالنا داكشي اللي عطانا الله نوصلو للعابه انت كتشوف دابا هاد الموطه ديال باريس سان جيرمان يلاه سالا نعم شدو ناصر الخليفي فين داه جينيور عطاه جينيور دابا كيفاش دوك الجينيور كيفاش غيشوفو موطه الاحترام ديال دابا موطه تبارك الله عليه ما مخصوش ياك حنا عندنا واحد الظاهره واللي هي خطيره واللي هي كنقول للناس يعرفوا اش كيقولوا تيجيبوا شي لعاب زي يقولك اش بغا مازال سيد كلمه اش بغا صح سيد كلمه اش بغا انت شكون اللي بغيتي تدرب انت ما دربش واحد الانسان سميتو فلان ولا فلان ولا فلان راه كوا خصك تشوف راه هاد الاجنبي راه ماشي هو اللي حقرنا حنا كاع حقرنا بعضياتنا صح كاين اجانب عطاو شوف اجانب عطاو بزاف ومازال يعطيو ومازال استفدوا منهم ولكن مش وملي كتشتغل معاهم انت ادجوان ما تنساش ايوب انا راه ما خليت ما درت الجو مع اجانب زعما يقاوم يقعد لهم في 2006 بعدا في ذاك الباركور ديال 2006 شوف كتاخذ شوف ايوب كتاخذ غير انا بغيت نقول لك راه ما كاينش اللي حقر المدرب المغربي قد المدرب المغربي
كيما قال لك يعني عموما ملي انت كتمشي تقبل على واحد يعني مهنه اللي عارف راسك انت فيها تاكل فيها العصا وتبادل لا فهمتي شنو نقول لك هادشي اللي كاين بزاف ديال الامور يمكن تناقش يمكن حتى التسويق اعلاميه بعض المرات ما كيكونش مدرب محلي انا شخصيا كان اللي كنبغي نجمع لي ستاتيستيك ديال المدربين ديال كنلقى مثلا حسين عموته دار الكاف تشامبيونز ليغ جوج تقول عموته دار الكاف والتشامبيونز ليغ ما كاين حتى عندنا كيدوي عليه زعما ما كنسمعش ماشي هضره كثير زعما عنده بجوج بعد فرقين مختلفين كاين شي مدربين كنسمع لهم هضره بزاف عندهم بطوله واحده وحده بالزز بلعابه بميركاتو مديور مع شحال فقط بعض المرات كاين بعض المدربين كيمروا عليهم الناس مرور الكرام فقط واش على قبل الجنسيه ديالو ولا قبل فين كاين عموما كاينين بعض المدربين كيعرفوهم كيقدر يشتغل هو ترونكيل ما كيتسمعش كاع واكل العصا مسكين وهذا ومقهور وكيدير ما عنده ما يدير مع صراحة لاحظوا الاغلبيه 75% مع المدرب الاجنبي 25% مع المدرب المحلي شنو ناخذ المستمعين سمحونا تعطلنا عليهم حتى النقاش ديال هذا كنبقاو نعطيو الفرصه كذلك ارمومن وفخر الدين